بسبب الموضوع بتاع جائحة اللوى المحلية مش يعني المحلية في ورطة بين ظفرين، ورطة إجرائية وورطة مضمونية في مقر الدستور، وزي ما قلت لك مش عارف عشان بس بالثوابت اللي أنا بيهم المساحة الأولى بتاعت هنا يعني بالنسبة لي قضية بشرف شخصي وموقع تاريخي، ودائس اللي أعطاني فعلا يعني لما شيخ من الطريقة المبادئ وعلى إيماني أنه إحنا ما نشعر نخدم بالانتخابات المقبلة.